السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعا. معكم عبد المهدي المحتسب من فريق UJ Online Courses بمادة الفيزيكس 101. بحكي لك بداية، أخذنا إحنا زمن بالسنوات الماضية إشي اسمه الضرب عادي، اللي هو ضرب بين متجهين أو بين قيمتين. بس هاي المرة إحنا بدنا نفصل، في عنا الضرب، في عنا باستخدام الدوت، في إشي باستخدام الكروس. هذا اسمه الكروس برو داكت، وهذا اسمه الدوت برو داكت، يعني الضرب نقطي وهون ضرب التقاطعي اللي هو في الإشارة، اللي هو الدوت للنقط والكروس اللي هو التقاطع. طيب ايش الفرق بينهم؟ الفرق بينهم انه حسب المتجهات وحسب القيم الناتجة لهم حلول مختلفة ولهم معادلات مختلفة. طيب لو بدنا نبلش في الضرب النقطي، قانون العام إله ناخذ بشكل عام القانون او القاعدة العامة اللي هو بيحكي لك A دوت B بيعطينا يساوي A B كوساين ثيتا، وفي بدنا هذا هو القانون، لا هذا غلط لأنه هاي بدنا إياها قيم. هون A ايش معناها؟ بدنا اللي هو قيمة magnitude of A، البي معناها magnitude of B، والثيتا اللي هي الزاوية المحصورة بين A و B. طيب أخذنا القانون، بدنا ناخذ إشي ثاني. طيب بيحكي لك الناتج او اشي، لا اول اشي ضرب، هون نحكي له الضرب تبادلي. ايش يعني تبادلي؟ يعني تحكي له A دوت B يساوي B دوت A، يعني اذا عكسناهم راح تطلع نفس القيمة وما راح يختلف. طيب فهمناها. بحكي لك في معلومة تانية لازم تفهموها، اللي هو انه A دوت B بطلع لنا ناتج، الناتج هاد بيكون كمية قياسية. ايش يعني كمية قياسية؟ يعني مقدار عدد مش على شكل متجه زي الكروس برودكت. تمام، نحكي لك تمام، هذول المعلومات لازم ناخذهم، بس في معلومات ثانية كمان. هسا حكينا او بدنا نحكي هاي A دوت B يساوي A B كوسين ثيتا، هذا المقدار وهذا المقدار، هذا له طريقة حل، طبعا هو يساوي، هذا له طريقة حل ممكن نستعمل فيه هذا هذا المعادلة، وممكن نستعمل بهذا الضرب المعادلة. هذا إذا كان معنا A B والثيتا نستخدم هذا على طول. طيب إذا كان معنا بس A كمتجه
وبي كمتجه. شو بنسوي؟ نحكي له نستخدم قاعدة ضرب المتجهات كامل. بحكي لك سهل هون. إذا كان عندنا R، هي في عندنا إحنا متجه R AA، في عندنا B، يساوي هون I زائد J، وهون عندنا I زائد J. وإحنا إجينا هون في السؤال حكينا لك في إحنا اخترعنا فرضنا متجه اسمه R، هذا الـ R هو ناتج في ضرب نقطي بين A و B، تمام؟ تمام. بحكي لك كيف بدنا نضرب. بدنا أول إشي نحكي له ضرب المتشابه، يعني I دوت I يساوي واحد. ثاني إشي ضرب المختلفة، الرموز مختلفة اللي هو مثلا I مع أي إشي، يعني ممكن J يساوي صفر. فأنت هون على طول تجيك المعلومة إنه إحنا بالضرب لما بدنا نضرب المتجهين لازم يكون I نضربها بI، ولازم J نضربها بس بJ. يعني إذا كان عندنا متجه يساوي 4I زائد 5J، وعندنا B يساوي 5I زائد 4J، فاحنا بنحكي له R بفرضا هاي اللي هو الـ A دوت B، فبنحكي له يساوي، احنا من اللي يساوي تطلع معنا القيمة، احنا حكينا كمية متجهة فبنسوي له هيك، راح يطلع معنا 4 ضرب 5 بيطلع معنا 20، زائد 5 ضرب 4 بيعطينا 20 يساوي 40. طلع معنا عدد. احنا لازم نركز انه ايش الناتج تبعنا، عدد ولا كمية قياس ولا كمية متجهة. هون طلع معنا عدد، فهذا يعني يدل انه كلامنا صح 100%. طيب بدنا ناخد امثلة على هذا الحكي، او بدنا ناخد هسا احنا ناخد ملخص سريع عن اللي حكينا. حكينا اول اشي عن الضرب، هي هاد في الملخص، اشرح الملخص راح يفيدكم كتير، عشان هيك انا بحكي لكم ضروري انكم تجيبوه. هاي هيك واضح كان. طيب بحكي لك هون في عنا الكروس برودكت، في عنا الدوت برودكت. طيب في قاعدة الكروس برودكت، القاعدة العامة تبعتها اللي هو A دوت B يساوي A B كوساين ثيتا، والكروس برودكت القاعدة العامة تبعتها إنه A كروس B ساين ثيتا. طيب لو شرحنا هذول، احنا شرحنا طبعا القانون هذا والقانون هذا، وحكينا انه ممكن نستعمل هاي الحالة اذا كان اعطانا الـ A B كوساين ثيتا، اذا اعطانا مقدار A واذا اعطانا مقدار B واعطانا الزاوية، بنستعمل هذا بنطبق على طول عليه. بس اذا اعطانا متجهين لازم نستعمل الضرب اللي هو ضرب المتشابهات، اللي هو زي اللي احنا حكينا عنه. حكينا انه الثيتا اللي هي الزاوية بين الـ A و B، وحكينا انه الناتج كمية قياسية عدد، لازم نركز انه الناتج هون بيطلع معانا عدد، وحكينا انه الضرب هون تبادلي. العكس في الشق الاخر، انه
لما يحكي لك A كروس B تحكي له A B مش هون، هون كوساين، هون أعطيناه ساين. وهون في قاعدة بصراحة حلوة كثير، يعني قاعدة اسمها أبو نقطة. إذا كان هون في نقطة، هون ما بنعطي نقطة، يعني هون في نقطة صح، هون فإحنا ما أعطينا نقطة، فهون في كروس في نقطة لا، فإحنا أعطيناها هي هون النقطة اللي هو في الساين. فإحنا يا بتكون هون النقطة يا بتكون هون النقطة، فأنت لازم تعرف إذا هون كان في نقطة هون فما راح يكون هون في ساين، لأنه راح يكون كوساين بدون نقاط. وإذا كانت هون بدون نقاط فهون لازم يكون بنقطة اللي هو الساين. وهذا الطريقة كثير راح تسهل عليكم إنه كيف تحفظوها. طب في وحكينا هون نفس الإشي الثاني، نفس هون إنه هذا القانون نستعمله إذا كان معانا A و B والثيتا اللي هو بين الذيلين أو بين المركبتين. وإذا ما كان معنا هذول نستعمل إنه الضرب اللي إحنا حكينا عن طريقة الضرب. طيب هون بدنا نركز على شغلة، هون كمان الناتج أعطينا كمية متجهة، هون الناتج عدد، هون الناتج كمية متجهة عشان نميز بيناتهم. طيب هون الضرب ليس تبادلي، هون حكينا الضرب تبادلي. طيب إحنا حكينا إنه ضرب المتشابهات هون يساوي صفر، فإحنا هون ما بنضرب متشابهات، هون احنا بنضرب متشابهات، هون المتشابهات بيعطينا واحد والمختلفة بتعطينا صفر، هون الرموز المختلفة هي اللي بتعطينا القيمة. طيب هون حكينا ضرب المتشابهات يعني بس بنروح على المتشابه بنضرب a dot a i dot i زائد j dot j زائد k dot k. احنا هذا هو الناتج تبعنا راح يكون عدد، هذا راح يكون عدد. طيب إذا كان عندنا على الرموز المختلفة حكينا هذا هو لما يكون الرسم ثلاثي الأبعاد اللي حكينا عنه، ولما نمشي بعكس عقارب الساعة إذا ضربنا جي ضرب إذا أعطينا هون اي ضرب جي بيعطينا كي، وإذا ضربنا اي ضرب كي بيعطينا جي، وهكذا. طيب اذا اعطانا يعني هون هي هذا الاي وهي هذا الجي وهي هذا الكي، اذا ضربنا اي في الجي بيعطينا كي، واذا ضربنا كي جي في كي بيعطينا اي، واذا ضربنا كي في اي بيعطينا جي، وهكذا. واحنا بنلف اللي هو بنضرب اثنين وبيعطينا الثالث. احنا حكينا انه احنا هذا الطريقه هي معقده شوي وبدها يعني حدا يكون رايق، واحنا في الامتحان ما بكونش عندنا وقت كثير. فاحنا اعطينا طريقة البوكس اللي هو لما يكون ثلاث متجهات او لما يكون متجهين، اللي هو القاعدة هاي اللي هي لما نحطه في المصفوفة ومنكمل عليه. وحكينا الانتباه للاشارات اللي هو الاشارة هون سالب، هون لازم تكون سالب بيناتهم، وفي هون سالب وهي هون موجة. بس هذا هو الملخص كامل، فأنا بتمنى أن تنزلوه وراح تستفيدوا منه كتير. يعني اطلع كيف اختصرت المادة كاملة وأعطتك إياها بشكل كثير مبسط وراح تستفيدوا منها كثير. طيب في عنا أمثلة نادر مش دائما بيعطونا إياها، اللي هو ممكن يعطينا نستفيد منها قانون الكوساين. أعطتك إياها هذا الاحتياط، إجا مرة زمان واحد وما يعني موجودة في الكتاب بس ما بيجيبوش عليها، اللي هو الكوساين لو، اللي هو قانون الكوساين، اللي هو بيحكي لك لو كان عندي مثلث بهذا الاتجاه وهي بدون هذا، كان عندنا هيك، هذا عندنا هون B، هون عندنا A، وهي هاي الزاوية ثيتا، وهي عندنا احنا هون سي. فاحنا هون بدنا نطلع قيمة سي اللي هو المتجه سي، فاحنا بيحكي لك سي يساوي جذر A تربيع زائد B تربيع ناقص 2AB كوساين ثيتا، عشان يعطينا الضلع الثالث المقابل له. هون اذا كان اعطانا ضلع مقابل معانا هيك مبين،
إذا كان معنا ضلعين وزاوية للمحصورة بيناتهم بنطلع الثالث، وهذا اللي هو الكوساين، قانون الكوساين. في عنا اللي هو الساين، قانون الساين لو بيحكي لك إذا كان عندنا مثلث برضو بهذا الشكل. إذا كان معنا هون الزوايا الثلاث، هي هذا عندنا هون سي، هون معنا ايه، وهون معطينا بي، وهذا كان بدنا نرقم الأضلاع، هي واحد هي اثنين وهي ثلاث. بيحكي لك إذا كان معنا الزوايا وبدنا نعرف الأضلاع شو بنسوي، فبنحكي له القانون بيحكي ساين بي على الضلع المقابل إله، فإيش المقابل إله؟ اثنين، فضلع اثنين يساوي ساين سي على ساين سي، إيش الضلع المقابل إله؟ ثلاث، يساوي ساين بي اللي هو الاي، هي ايش الضلع المقابل له اللي هو الواحد، اللي هو ضلع واحد. هذول قانون الساين والكوساين. طب احنا حكينا عن هاي المعلومة، بدي اعطيكم معلومة قبل، احنا حكينا عنها انه ثلاث اسئلة مهمة لازم نركز عليها. لما يحكي لك find بيحكي لك اول اشي، ممكن يحكي لك عن ذا resultant اللي هي المتجه هيك، اللي هي بتكون i j k، او اذا حكالنا عن اللي هو find the find the magnitude اللي هو حكينا الماجنتيود اللي هو على طول الجذر تبع هذا اللي هو الاي تربيع زائد جي تربيع زائد كي تربيع، وبيعطينا اللي هو ممكن find the angle او the direction اللي هو الثيتا، اللي هو حكينا فيه لها حالتين ممكن تكون اذا كان ثنائي ال 2D اللي هو ثنائي الابعاد او ثلاث الابعاد، وممكن نطلع ايش هو. هذول الاشياء المهمة اللي احنا حكينا عنهم، وهذا شرح الشابتر 3 كامل. ان شاء الله من الفيديو القادم راح نبلش نحل عليه تمارين من اسئلة سنوات ومن الكتاب، وتمارين ان شاء الله كافية، وراح في كمان كويز اخر الشابتر عشان تمتحنوا فيه. ويعطيكم العافية.